الجيش اللبناني لغايه الان موجود حول المخيم بشكل عام. المخيم مزنر باسلاك شائكي، وهناك مجموعه معابر مسموح فيها الدخول الى المخيم. للفلسطيني بشكل خاص لازم يدخل بتصريح، وغير واللبناني على هوية، وغير الفلسطيني أي أجنبي برضو كمان لازم بالطبع يدخل بتصريح. هذه المعابر تعدادها حوالي 5 معابر، وهنا النقطة المزعجة بأنه مسموح للبنانيين من خلال 5 معابر هذه فقط الدخول من معبر واحد اللي هو معبر العبدي، ومش مسموح له يدخلوا من المعابر الثانية. فالإنسان اللي بده يجي من المنين مش مضطر أنه يجي على العبدي لحتى يدخل. هلأ لو بيسمحوا بالطبع الدخول من كافة المعابر بالطبع الأمور بتكون أفضل، تكون أحسن. وهلأ زبطنا والحمد لله رجع زي ما كان، بس اللي ناقص انه شغلنا نعرضه بالمعرض. فرق ما انك تعمل بس غرفة واحدة تنطر ليجي زبون ليشتريها، بس لو انه عندك معرض فرش واساس وغرف وهيك بصير غير الوضع، بصير عندنا مبيع اكتر والناس بتفوت وبتطلع على بعضها غير بضل. هني لو بيفتحوا انه الشارع العام يعني الاوتستراد ويفتحوا المخيم بطل فيه حواجز تصاريحك، بتفوت العالم بتفوت وبتطلع بتأمن الناس. بس في كتير ناس مثلا بتقلها بدن غرف نوم، بدن شغلة من المخيم، بدن يفوتوا يشتروا، بس تقلها انه بدك تسريح وبدن انه ياخدوهن يحاوا معنا او شي بيخافوا يفوتوا ببطلوا بيتراجعوا يعني. الزبائن اللي من برا لا يشكل حوالي 3% او 4%، يا دوب 5% الزبائن من الخارج، ولكن كل الزبائن هن من الداخل. الزبون اللي من خارج المخيم هن قلال جدا. بالطبع نتيجة هذا الوضع عم يكون في تبادل بالتجارة. What we as PAUK started with was giving the entrepreneurs or the micro to small businesses who lost their businesses during that crisis, give them some sort of support that would help them restart their business and generate their own income to support their families without having to depend on donations or waiting in queue for such donations. In general, the impact was quite positive on that. After each project, we had a certain impact assessment study, and the feedback was quite positive from the entrepreneurs on that they are generating their own income, they are able to live on their own and support their families, so their dignity is back, their income is back. However, our fear it would be for their continuity. It's not because of the entrepreneurs, it's because of the limited customer base that's currently available in the market in Nahr al-Barid, where unless external customers are able to access, we would fear about the sustainability of some of those businesses. So we're worried about just saturating the market with many, many suppliers of the same goods or the same services, and that they therefore basically compete for a tiny market and they're not all going to make a living at it.
كان عندي نفس المحل هيك على أكتر يعني، كان عندي بناطلين كنزات من جميعه يعني داخلي كنزات، أو الحمد لله كان ماشي الحال يعني، كنا سترين حالنا، كنا نبيعنا ب 300-200 ألف يوميا، هلا ما عم نبيع ب 40-50 ألف يعني، دوب بيقوم مصروف المحل لحاله يعني، أجار أجاره 100 دولار 5000 يوميا، بدي أكون مصروف دخان وقهوة وضيافة لزبون كذا، راحت هاي 4-5 آلاف كمان، هاي 10 آلاف يوميا، وهو دوب بيطلع 10-15 شوي. مساعدة المحلات كانت مساعدات طفيفة وبسيطة يعني بحدود 2000 دولار 3000 دولار، بالطبع هذه ما مش هي المساعدة يعني، واحد خسران 50 ألف دولار وتقول له هذه 2000 دولار ولا 3000 دولار لا تساوي هذه أي شيء، يدوب هذه تساوي ديكور محل، وحتى ديكور محل ما بسويش، بالطبع بده رفوف بده واجهات بده أمور يعمل ديكور المحل، هذه لا تكفي لديكور محل. التعويض الحقيقي هو تعويض عن ثمن البضاعة التي أحرقت والتي سرقت والتي دمرت في النار، هذا التعويض. بالأول كانت مفتوحة على الضياع الجوار، كان في حركة، هلا احنا كله منكم وعليكم، من هالمخيم ضمن المخيم، وكله قاعد زي بعضه يعني، شو بدي هالمصريات عم بتدور بنفس المكان، ما عم بيجي شيء من برا يعني، لأجل هيك ما في هذيك الحركة. قبل الحرب لأنه كان اختلاطنا باللبنانيين اختلاط وسيع مفتوح، منطقة مفتوحة بكاملها، سوق تجاري مفتوح، الأخوة اللبنانيين يجوا من حوالينا كلهم أصحابنا وأصدقائنا وكذا، كل واحد عنده زباينه يعني، كل واحد عنده سمته يعني، بيعلم النهار 100-150-170-90-80 جرة بألف ألف يبعون 70-80 ألف، هي 50 دولار 50 دولار، خلينا أصرف منهم 30 دولار 35 دولار مع نفقات، مع كذا يصفالي 20 دولار صافي لجيبتي، 20 دولار على بعض الشهر 600 دولار كل شهر، هون أنا حطه لجيبتي صافي لحكمة لشغلة لعمار لترميم لأي شغلة اللي أقوم فيها. اليوم ما في منه حكمة، اليوم ببيع 15 جرة الجرة بتربح دولار يعني عم ربح 15 دولار هاي، إذا بعت 15 إذا بعت لأنه يعني أول الشهر يمكن تبيع 15 نص الشهر بقالك 10-12 وآخر الشهر بتبيعش 3-4 يعني بقول كله صرف مصاريه، بده ينطر يقبض الشهرية الجديدة لحتى اللي يشتري، أو بده يدين على الدفتر بدنا نسجل، وعلى الدفتر الدين أنا بنكسب مرة على مرة، خلص ما عاد في عندي مصلحة أقدر أقوم فيها، هي هسه 90% من جاري فاضي، ليش؟ لأنه عم يدين، هي مشكلة كبيرة. هلا التاجر الفلسطيني ما عاد في عنده إمكانية بإنه يدين، بالسابق كان في بالإمكان إنه يدين لأنه كان في سيولة بين إيديه الفلسطيني، هلأ ما بيقدر يدين اللبناني، فبالطبع الجوار هولي بيعتمدوا عمليا على الدين لأنه بيشتغلوا دائما بيشتغلوا على الـ 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 على الإنتاج على المحصول، لما بالطبع بيحصلوا على المحصول بتاعهم بيبدأوا بالطبع يسددوا. الحواجز والحصار أكبر مشكلة، بعدين ناهيك على أنه هي الحرب لها إفرازاتها يعني، تركت أثر نفسي عند المواطن اللبناني بجيته على المخيم، بقول لك ليه بدي أجي على المخيم أشتري المخيم وأتفتش وهوية وتصريح وكذا وأشياء بالشكل، لا أنا بشتري من برا، شو يعني شو بربط فيه أنا غير أنه علاقة مصلحة بزنس، ما بربط فيه العلاقة مصلحة أو صداقة، واللي بيربط فيه صداقة بعدين اليوم بيجوا عم بيكسروا شو اسمه بتحملوا وبيجوا، ليش؟ لأنه في صداقة، بس لما في صداقة العلاقة علاقة عمل بينك وبينه، لا بفضل يشتري السلعة الأسهل والأريح له والأريح لرأسه اللي فيها احترام أكثر.